هناك حملة وطنية للتطعيم تبدأ يوم الأحد، لكن حسب المعلومات الكميات يعني قليلة جدا. كامل التفاصيل حول عملية التلقيح وآخر الأرقام في لبنان. نعم كارولينا، نحن بانتظار وصول الدفعة الأولى من لقاحات فايزر بايونتك إلى لبنان عند 5 بتوقيت بيروت. بعد نحو نصف ساعة من الآن تصل طائرة آتية من بروكسل على متنها 28,500 جرعة لقاح، ستنقل مباشرة إلى مستشفى رفيق الحرير الحكومي، أحد المراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية للتلقيح. الأحد سيكون هناك عملية تلقيح للطاقم الطبي في الصفوف الأمامية في مستشفى الحرير الحكومي وفي مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، على أن تبدأ الحملة بشكل أوسع يوم الاثنين المقبل في مختلف المراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة. لكن هناك مشكلة رئيسية في لبنان، كمية اللقاحات في المرحلة الأولى أي في الأسابيع الأولى قليلة جدا مقارنة مع أعداد الأشخاص الذين بحاجة لتلقي اللقاح. نتحدث عن كبار السن ما فوق 74 من العمر، أي ما يزيد عن 350,000 شخص، والطاقم الطبي في الصفوف الأمامية أي ما يزيد عن 60,000 شخص. هناك كميات محدودة للغاية في الأسابيع الأولى بانتظار وصول كميات إضافية في شهر مارس المقبل، وتنوع طبيعة هذه اللقاحات من أسترازينيكا أو من الشركة الصينية. هناك أيضا العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطنين اللبنانيين، وحتى الساعة لم يتسجل أكثر من 10% من المواطنين على المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح. هناك العديد من الشكوك حول قدرة الحكومة اللبنانية على التعامل بشفافية مع هذا الملف الصحي والإنساني، خاصة أن الحكومات المتعاقبة عجزت عن إدارة العديد من الملفات الحيوية. أشير أخيرا إلى أن البنك الدولي، الجهة الممولة لحملة التلقيح الوطنية، كلفت الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بمراقبة ورصد عملية التطعيم لضمان وصولها إلى جميع المواطنين بشكل عادل وشفاف.